البنت الصغيرة دي موهوبة 8 سنين وتقدر تعمل عرض ترويجي للبي بي تي، لكن المؤسف ان عائلتها فقيرة جدا حتى ما تقدرش تضيء الانوار. اليوم ده هي شافت على تلفزيون برنامج عن تجميع الثروة. من الوقت ده وهي اتعلمت تحرص بزيادة في الفلوس، كانت بتاخد بواقي اجنحة الدجاج وبتبيعها لسواقين التكاسي في الطريق بفلوس قليلة. اصبحت اكتر طالبة في المدرسة معاها فلوس، ولما دخلت المرحلة الاعدادية بقت تبيع سجاير فرض وبرضه لمت فلوس كتير، حتى انها بقت تصرف على اخوها الكبير وامها. والادهى من كده انها مش بس بتعرف تكسب فلوس، دي قدرت تدخل جامعة يلو. امها فخورة جدا بيها، اسرتهم اخيرا خرج منها طالب جامعي. لكن من المؤسف ان بيجي لا تستطيع الضحك، لانها عارفة ان مصاريف الجامعة هتمحي الاسرة الفقيرة دي فعلا. لحسن الحظ ان الام عندها امل وقالت لها ان احنا ممكن ناخد قرض وكمان ممكن تحصلي على منحة دراسية. لكن بيجي حسبت حساباتها وقالت لمامتها ان ده برضه مش كافي، لان فايدة القرض للطالب في الولايات المتحدة حوالي 7%، وكتير من الناس ما يعرفوش المعلومة دي. لنفترض ان رئيس معين للولايات المتحدة قرضه الجامعي مر عليه 20 سنة، يجب سداد اكتر من نص قروض الطلاب الامريكية حتى سن 60. فكرت بيجي في الظروف المادية لعائلتها فتراجعت. لكن دلوقتي في مباراة كرة قدم، بيجي تاني لقت وسيلة لكسب المال، اعتمدت على نفسها عشان تحسن من ظروفها وبلغتها الممتازة. حققت بيجي ربح كبير تاني بسهولة، لانها تسببت في كارثة، اعتقلت واتسجنت، حلم جامعة يلو اتدمر. لحسن الحظ لم تتخلى بيجي عن الدراسة في السجن، وبالتأكيد ما تخلتش ابدا عن انها تكسب المال. سمعت ان السجناء بيعانوا من نقص في اللبن، فعملت بيجي علاقة مع حارس السجن بالربح 50%. اصبحت من اكثر الباعة المتجولين في السجن. بيجي اعتقدت ان مامتها واخوها بكده بقوا كويسين ويقدروا يصرفوا يوميات كويسه. ما توقعتش انه بعد اكتر من سنه سيطلق سراحها في وقت مبكر. بعد ما رجعت البيت اكتشفت ان امها واخوها صرفوا الفلوس كلها، وانه اخذ قرض الفلوس عشان يفتح بار وما كسبش، وان وكالات تجميع الديون كل يوم بتعدي عليه. ومن الوقت ده عاشت بيجي تساعد اخوها في تسديد ديونه. استلمت مكالمة، اكتشفت بيجي ان كل مرة محصل الديون بيسترد دفعة بيحصل على عمولة 10%. انت معاك عمولة 10%؟ واضح انها قررت على الفور هي فعلا فرصة كويسة لكسب المال. هو انت شركتك فين؟ وجرت لباب وكالة تحصيل الديون. دخلت الشركة وقالت انها عاوزة تقدم على وظيفة. المدير شافها نحيفة وشكلها صغير، حس ان الموضوع مضحك. لكن بيجي قالت له انها تضمن له انها هتكون اول واحدة في الشركة خلال شهر واحد، يعني حوالي 50,000 دولار. نجحت في انها تقنع المدير. اول يوم عمل المدير شد لها كرسي وضرب اسوأ موظف عنده في عمل ارباح. اتفاق دموي، اعمال تحصيل الديون دمويه جدا. لكن طريقه عمل بيجي مش بس غير عاديه، هي ابدا ما استلفتش قروض. طريقتها في الشغل لوحدها اذهلت كل الرجاله اللي موجوده. قدرت تحصل على ايو وعمرها ما عملت مكالمات، لكن للتحية من الخلفيه الاجتماعيه للمدين كانت بتدور على علاقتهم الاكثر ضعفا بالاشخاص وبعدين تشن الهجوم. على سبيل المثال ابن الام ده متهرب من الديون، بيجي قالت لها ما تسددش ديون تاني وسلمني على مامتك. الولد اول ما سمع كده سدد ديونه. شكرا بيجي جدا لانها حافظت على علاقاته العائليه. تليها شابه قالت للشابه ان لبن طفلها هيزيد اذا سددت ديون من غير ضغوط، وفي الحاله دي الشابه سددت ديون وشكرت بيجي لانها ساعدت في تخفيف القلق عنها. بعدها الست العجوزه بيجي قالت لها انها لو ما دفعتش ده هياثر على ائتمان الحفيد، وبكده الست العجوزه سددت الديون وكمان بقت عاوزه بيجي تبقى حفيده ليها. وبالطريقه دي بيجي اصبحت رقم واحد في المبيعات. احنا النهارده بقى عندنا قائد جديد. هي فكرت تاخد الفلوس وترجع البيت، لكن المدير رفض وقال لها بما انك بقيت قائد جديد لازم نحتفل، نزل ايدك من على كتفي. لكن المفاجاه ان المدير عديم الضمير عمل ايه؟ بيجي جابت معاها مسدس وقعدت تضرب نار قدام بيته. انا هقتلك. بعد ما استقالت وما بصتش وراها تاني وقررت تبدا عملها الخاص، تبدا النشاط التجاري وراحت لشركه التسويق عبر الهاتف ولقيت صاحبتها اللي كانت معاها في زنزانه. صوتها مغناطيسي وله ايقاع خاص. ادى بيجي بعض الاسهم وخرجوا مع بعض مبسوطين. بيجي قالت انها مش عاوزه تبيع منتجات عاديه، عاوزه حاجه تكون مميزه ليها مواصفات خاصه، زي مثلا اسام اللي ممتازه في الكلام وزي العمه الاسيويه الممتازه في المساومه، حتى الواعظ اللي بيعرف يلهم الناس. ما تقفوش قد مشيئه الرب. وبكده موظفين الشركه بقوا متوفرين، ناقص بس البضاعه. بيجي اعطت المورد 200% من الارباح وتعهد لها ان عمره ما هيعتبرها زوج ابدا، كل شيء جاهز. يبحث عن صالون شعر مهجور، اشترت كام جهاز تليفون. بيجي افتتحت الشركه الرسميه. هو احنا جميع ديون؟ لا احنا بياعين، احنا بنروح لحلم الحريه الماليه. ما نقدرش ما نقولش ان بيجي عندها نظره ساقطه، في مجموعه من الناس تقدر فعلا تقاتل. بيجي قدرت بسرعه تكسب فلوس كتير وبدات تفكر في التوسع، لكن المشاكل بدات بعد التوسع. وفي يوم من الايام الشؤون الماليه قالت لبيجي يوجد عجز في راس مال الشركه وممكن العاملين بدوام جزئي يسالوا مديرهم، لكن المدير هيقول هنشوف طريقه. فجرت على المورد، اشترت المزيد من الديون عشان تقنع الموظفين بالعمل الاضافي، وقامت بتعبئه صندوق الملعب وعملت جو ديناميكي لبناء الفريق ممكن تتوسع بسرعه. وده اللي خلى رئيسها السابق ينزعج وبدا يتدخل في شؤونها. جاب بلطجيه وقطعوا عنها الميه والكهرباء وقعدوا يعملوا بلبله قدام بيتها. حتى في بناء الفريق وهو في الحمام اترمى عليها دم كلب وكسروا المحل بتاعها، خلى الموظفين يترعبوا.
تعبت، بدأوا يستقلوا بالتتابع بعد ما شافوا الفوضى، لكن على العكس بيجي اتمسكت، انا ما عملتش حاجة، لازم ألقى طريقة حتى لو كنت خايفة. وبرضو ما تقدرش تخلي الموظفين يحس انها بتتلقى الاوامر، لكن محدش يفتكر هي يدوب بنت عندها 20 سنة. في الوقت ده بيجي استلمت مكالمة خلتها ترجع البيت في الحال، كان من غير المتوقع نهائي ان اخوها يضمن اصحابه وخلى متجره في الرهن العقاري، والنتيجة ان الخصم هرب والمخصل المفروض ياخد المحل. المحل دلوقتي بتاعي، وهي الدم على شعرها. بصت بيجي لرئيسها السابق بغضب اللي جاي يحكر على المحل، لابسه الوش الخشب، لكن من جواها عارفه كويس انها خسرت ومشيت عشان تغسل شعرها وتكمل شغلها. بيجي كل شويه ضغطها بيعلى حتى انها بدات تفقد شعرها، لا يمكن مساعدتها. عشان كده بيجي فكرت في حل وراحت لمكتب صديقتها الغامض اللي هو المدعي العام. بعد ما بعدته استخدمت الخط الارضي للمدعي العام عشان تعمل مكالمه. اتصلت بالشرطه، بينما قامت الشرطه بالتخلص من الرئيس السابق. سرقت بيجي جميع مستندات الشركه السابقه، بس هي عارفه ان المشكله ما اتحلتش بالطريقه دي، دلوقتي الخصم هيخرج قريب. لما اصبح صديق لسيده رياده الاعمال، الولد ده ما كانش عاطل عن العمل، فاكر اول مره قابل فيها بيجي. ساعتها حس ان البنت دي مش عاديه، كانت دي صورتها لما دخلت السجن في المحكمه، ودايما بتقدر ابوها وامها. تم ادانتها تاني مره هو قابلها كانت في البار، كانت بتتخانق مع شاب. عشان كده انا اتصلت بالبوليس في الحال. ايها الاحمق، اتصلت بالشرطه، سيب مراتك، ما كانش متوقع انه ممكن يكون سوء تفاهم. المره الثالثه اللي قابلها فيها رئيسها السابق كان ماسكها، هو كمان ما بيهتمش اذا كان الشخص الاخر افضل منه، لكن البنت دي مش زيهم، هي منعته. وهو ساعتها عرف ان اسمها بيجي. بعد ما كانوا مع بعض الرئيس السابق اقنعها بالزواج ويعيشوا في حياه مستقره، لكن بيجي مش بس رفضت، لكن كمان قالت انها عاوزه تبدا عمل تجاري وتكون وكاله لتحصيل الديون، وده اللي جعله غاضب جدا عاوز يرجع البيت. لكن بيجي استمرت في الكلام، وده ممكن يخلي مامتها زعلانه. مامتها وجدتها وصفوها بالغبيه، لكن بيجي ازاي تقنعهم؟ فسالتهم انا امتى سالتكم تدفعوا؟ عشان كده يا ريت تقفلوا بقكم، ليه تخلينا ندفع؟ فالام سكتت في الحال. بيجي مختلف عن الاخرين، بيجي بتحب دايما تلبس الجاكيت بتاع ابوها، ما بتعرفش تلبسي جيبه زي البنات، الام دايما عاوزاها تلبس جيبه، لكن بيجي بتحب نظره البطل. قالت بيجي انها عاوزه تبدا العمل التجاري، لكن الام دماغها ناشفه، مش شايفه انك المفروض تستقري بقى؟ فردت عليها بيجي انت للدرجه دي شايفاني كبيره في السن عشان احتاج الاستقرار؟ دي يا دوب عندها 20 سنه. في اوقات الشده كلمت صاحبها في التليفون، لكن اول ما سمع انها عاوزه تشتغل في تحصيل الديون من غضبه قفل السكه في وشها. فعلا بيجي ما ينفعش تشتغل شغلانه زي دي. يوم في منتصف الليل استخدمت بيجي هاتف مكتبه في السر وبلغت الشرطه عشان تنهي شغل منافسها، وده خلاه يحس انه مغفل، وده كان اكتر شيء حاسسه انه مغفل، وما بقاش يستقبل مكالمات منها تاني. راح لها على البيت عاوز يتفاهم معاها، لكن بيجي بس قالت له انت عامل زي العيل الصغير، وده بقى خلاه يغضب بزياده، وده طبعا مش بس اغضبه هو، كمان اغضب مامتها جدا. الام دايما تشعر انها وبيجي كل واحده عايشه في عالم لوحدها. انا عاوزاكي تستقري. في الوقت ده رجع اخو بيجي البيت وهو محرج، رئيس بيجي السابق ضربه. الام شايفه ان خطا بيجي، الام وبنتها اتخانقوا خناقه كبيره قدام باب البيت. الام شايفه ان بيجي كارثه ليها ومسببه دايما الاذى لاخوها، وده اللي خلاها غضبانه جدا، كانت خلاص هتديها بالقلم. لكن في الوقت ده البوليس جه وقبض عليها ومامتها واخوها، والسبب هو التهرب الضريبي، والمبلغ عن المخالفات هو رئيسها السابق. فشعرت بيجي بالغضب، لكن المره دي اخيرا بيجي ومامتها مع بعض في السجن عملوا محادثه سلميه. بيجي عيطت كان في حاجه خانقاها فانهارت فجاه. بعد ما خرجت من السجن جمعت الرجاله القدامى واتقابلت مع محصلي الديون، عملت احسن حاجه في وقت واحد، كلام مش كتير، والسبب انها بتتمنى ان الجميع يتحد مع بعضه لاحتكار السوق. لكن في الواقع هي كانت مسجله لهم فيديو هنا بالادله دي. الشرطه جت قبضت على كل ورش تحصيل الديون الغير قانونيه، الحادث مكشوف، اندفع المدير القديم من الغضب، عايز يدمر بيجي، لحسن الحظ منعه صديقها، عشان كده استسلمت بيجي، ولعت عود ثقاب، حرقت سندات الدين اللي كانت بفوائد عاليه، ده خلاها تقعد في السجن نص ساعه، كمان خلاها مشهوره. بعد ما طلعت من السجن بيجي رجعت للكليه وانفتح طريقها انها تبقى محاميه مشهوره. الفتاه العبقريه في الوقت ده اخيرا مشيت في الطريق الصح،